متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. وصفه مدرب بايرن ميونخ السابق أوتمار هيسفيلد بأنه هدية من السماء، بينما رأى بيب غوارديولا بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البايرن. إنه الجوكر النمساوي ألابا صاحب 28 عاما الذي يعد أحد أبرز نجوم اللعبة في العقد الأخير، لما قدمه من إبداع وروح قتالية وقدرة على شغل أكثر من مركز، ما ساعد في تتويج العملاق البافاري بالعديد من الألقاب. في هذا الفيديو سنقدم لكم 10 حقائق عن ديفيد ألابا، أصوله ولماذا كان يكره بايرن ميونخ في طفولته، ومثله الأعلى وألقابه وأرقامه القياسية، وهل وقع لريال مدريد بالفعل؟ ولماذا رفضه منتخب نيجيريا؟ كل هذا وأكثر نتعرف عليه سويا في هذا الفيديو ضمن سلسلة حقائق عن نجوم الرياضة على قناتكم ميد سبورت، فابقوا معنا. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. مولده ونشأته. اسمه بالكامل ديفيد أولاتوكومبو ألابا، ولد في 24 من يونيو عام 1992 بالعاصمة النمساوية فيينا، منتسبا لوالده جورج ألابا النمساوي الجنسية والنيجيري الأصل، والذي سافر في وقت سابق إلى النمسا لدراسة الاقتصاد والأعمال، ثم التحق بالجيش النمساوي، كما توجه إلى عالم الغناء والموسيقى بعد ذلك وحقق نجاحات كبيرة. وفي عام 1996 تزوج ممرضة فلبينية تدعى جينا، سبق لها أن توجت ملكة جمال بالفلبين، وكانت قد هاجرت للنمسا من أجل العمل كممرضة هناك، وأنجبت ثنائي ابنين وهما ديفيد وفتاة تدعى روزماي. وتركزت طفولة ابنيهما على هوايتين مختلفتين تماما، حيث أحبت روزماي الموسيقى وقررت السير على خطى والدها، أما ديفيد فعشق كرة القدم وأظهر موهبة كبيرة عندما كان يلعب في فناء قريب من منزله. مسيرته الكروية. عندما لاحظ والد ديفيد موهبة ابنه الرائعة، ساعده عام 1998 في الانضمام لناد محلي يدعى إس فاو إسبرن المتواجد بمقاطعة دوناوشتات بفيينا، وهو بعمر السادسة، قبل أن ينتقل عام 2002 إلى نادي أوستريا فيينا، ومعه تألق بصورة كبيرة بمختلف فئاته السنية، ولفت أنظار كشافي بايرن ميونخ الذين كانوا يجوبون أرجاء النمسا لاقتناص أفضل المواهب، وألابا كان أحد هؤلاء، حيث تعاقد معه البايرن عام 2008 وألحقه بأكاديميته. ومن ثم تدرج ألابا حتى وصل للفريق الأول قبل أن يذهب في إعارة لهوفنهايم في النصف الثاني من موسم 2010-2011. بعد ذلك عاد مجددا إلى العملاق البافاري ليحجز مركزا أساسيا منذ ذلك التاريخ. أما على الصعيد الدولي، لعب ألابا لمعظم الفئات السنية لمنتخب النمسا قبل أن يمثل المنتخب الأول منذ عام 2009، وحاليا يملك في رصيده 76 مباراة دولية سجل خلالها 14 هدفا. رفضته نيجيريا. بحكم أصوله النيجيرية نسبة إلى والده، كان ألابا مؤهلا لحمل قميص منتخب نيجيريا، بل وكان يرغب بشدة في الدفاع عن ألوان النسور الخضراء. ومن أجل ذلك بذل أحد الكشافين جهدا كبيرا لإقناع مسؤولي الاتحاد النيجيري بالموافقة على تواجد ألابا مع منتخبهم عام 2007، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بحجة أن اللاعب ليس مؤهلا ولا يدخل ضمن خططهم. ويقول ألابا: أردت أن ألعب لنيجيريا، لقد كنت متحمسا لذلك بسبب والدي، لكن يجب أن أعترف أنني لم أكن أبدا في مخططات الفريق. وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب رفض الاتحاد النيجيري يعود لعدم رغبته آنذاك في تحمل تكاليف سفر اللاعب لتمثيل نيجيريا. فضل فان خال عليه. خلال فترة تواجده مع أوستريا فيينا، تألق ألابا في مراكز عديدة داخل المستطيل الأخضر، حيث لعب كصانع ألعاب ثم كخط وسط مدافع وكذلك كقلب دفاع، وهي نفس المراكز التي شغلها مع أكاديمية بايرن ميونخ بعد انتقاله للفريق. وخلال فترة إعارته من البايرن إلى هوفنهايم، شارك لبعض الوقت كلاعب وسط مدافع،
لكن بنظرة خبيرة من المدرب الهولندي لويس فان خال تحول آلابا إلى مركز ظهير الأيسر الذي أجاد وأبدع فيه بشدة قبل التحول مؤخرا إلى قلب الدفاع، حيث رأى فان خال عندما كان مدربا لبايرن بين عامي 2009 و2011 أن قدرات آلابا تتماشى مع ذلك المركز، وعلق على ذلك حينها بالقول إنه ظهير أيسر على الرغم من أنه لا يرى نفسه كذلك. حياته العاطفية. المدافع النمساوي دخل في علاقة عاطفية سابقة مع فتاة أوكرانية تدعى كاتيا بوتيلينا، حيث تعرف عليها عام 2013 عندما كانت تدرس التسويق في جامعة فيينا، علما بأنها حصلت لاحقا على الجنسية النمساوية، وكان لها حضور رياضي عندما مثلت منتخب النمسا لكرة اليد، لكن لأسباب غير معلنة انفصل الثنائي في عام 2016 قبل أن يدخل اللاعب في علاقة جديدة مع فتاة ألمانية من أصول آسيوية تدعى شاليمار هيبنر، كان قد تعرف عليها عام 2017. وفي عام 2019 استقبل آلابا وشاليمار أول مولود لهما. يكره بايرن ميونخ. لطالما كرهت بايرن ميونخ. ربما لن تصدقوا إن قلت لكم أن هذه الكلمات جاءت على لسان ديفيد آلابا في وقت سابق، لدرجة أنه رفض عرضين من النادي الألماني قبل أن يوافق في نهاية المطاف على عرضهم الثالث، وذلك خلال فترة تواجده مع أوستريا فيينا. والسبب أن آلابا كان يخوض مع الأخير بطولات مجمعة للشباب بشكل مستمر، وكانت هذه البطولات تضم أندية من مختلف الدول الأوروبية من بينها بايرن الذي هيمن على تلك البطولات. ويقول آلابا كان لديهم أفضل طاقم تدريب، وكانوا يأتون دائما إلى بطولات الشباب في أجمل حافلة ثم يغادرون وهم يحتفلون بالبطولة. ألقابه وأرقامه القياسية. النجم النمساوي حقق إنجازات عديدة حتى الآن، من بينها بعض الأرقام القياسية، حيث يعتبر هو أصغر لاعب يرتدي قميص بايرن في مباراة رسمية بعمر 17 عاما و7 أشهر و8 أيام، كما أنه أصغر لاعب يمثل منتخب النمسا بعمر 17 عاما و4 أشهر. آلابا حقق أيضا بعض الألقاب الفردية كتتويجه مثلا بجائزة أفضل لاعب نمساوي 7 مرات، 6 منها بشكل متتالي بين 2011 و2016، وآخرها كانت في العام الماضي، كما أحرز 23 لقبا جماعيا كلها مع بايرن، وأهمها البوندسليغا 9 مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين. أصدقاؤه المقربون وهواياته. إلى جانب ولعه بكرة القدم، يحب ديفيد آلابا ارتياد الشواطئ والخروج مع أصدقائه، كما أنه عاشق للغناء والموسيقى، ويعود ذلك بالطبع إلى البيئة التي نشأ بها رفقة والده كما ذكرنا سلفا. وعن أصدقائه المفضلين، يعتبر آلابا توماس مولر أحد المقربين له، لكن إن تطلب الأمر اختيار شخص بعينه في منزلة الصديق المفضل بالنسبة له فهو فرانك ريبيري، حيث يقول آلابا: ريبيري هو صديقي المفضل وأخي الكبير، لقد كان هو أول من قدم الدعم لي عندما صعدت للفريق الأول لبايرن، أنا أفتقده كثيرا بعد رحيله، لكننا ما زلنا على اتصال دائم. محب لأرسنال. في تصريحات سابقة تعود لعام 2016، لم يخفي ديفيد آلابا حبه لأرسنال، مؤكدا أنه كان الفريق الذي يشجعه في طفولته، وأن الأسطورة باتريك فييرا كان هو مثله الأعلى. ويقول مدافع بايرن ميونخ: بطل الطفولة بالنسبة لي كان باتريك فييرا، إنه لاعب لا يصدق، هو مصدر إلهام بالنسبة لي بسبب أسلوبه الرائع في اللعب فضلا عن شخصيته القوية. وأضاف: لقد كنت من محبي ومشجعي أرسنال الذي هيمن على كل شيء، كما كنت أراقب فييرا دائما رغم أن الأساليب لا تشبه بعضها البعض، لكن الطريقة تفرض نفسها في المباريات. الوجهة القادمة. آلابا ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد، لأن بايرن ليس منفتحا على قبول مطالبه المادية، كما أن اللاعب يرغب في خوض مغامرة جديدة، وحاليا بات من حقه التفاوض مع أي فريق للتوقيع له والانتقال لصفوفه بشكل مجاني في الصيف المقبل. وبهذا الصدد
كانت بعض الصحف قد أكدت قبل أيام أن ريال مدريد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع ألابا بعقد مدته 4 سنوات وراتب سنوي يصل ل11 مليون يورو، قبل أن يخرج جورج ألابا والد ووكيل اللاعب لينفي هذه الأخبار، مضيفا أن هناك اهتماما بنجده من عدة أندية، وهو ما تحدثت عنه صحيفة بيلد بعد ذلك، مشيرة إلى أن ألابا يحظى بالفعل بمراقبة باريس سان جيرمان، ليفربول ومانشستر يونايتد إلى جانب الريال، كما انضم برشلونة مؤخرا إلى السباق، حيث ألمح المرشح الرئاسي للنادي خوان لابورتا أنه في حال نجاحه فسيعمل على ضم ألابا. أما الأخير فلم يتخذ قرارا بعد بشأن وجهته المقبلة. فأي فريق ترونه الأنسب للنجم النمساوي؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.